اتفضل يا فندم. بس انا طبعا بنورك افضل بدايه ما يمكن طب اعمل في تاريخ الاهلي كانت مع مستر You have to know that the best start ever for all the head coach for Ahli club is with you, coach. The Ahli starting is a statistic. Well, thank you very much. وبيقولوا افضل افضل احصائيه يعني حسب الاحصائيه افضل بدايه في تاريخ النادي الاهلي من اي مدير فني مستر بيسو. I don't know the history that much. بقول بشكرك انا ما اعرفش تاريخ النادي الاهلي بالشكل ده قوي يعني. If you say it's the best start. لو حضرتك بتقولي ده افضل بدايه لاي مدير فني. I must be thankful. انا سعيد لا بشكر but I think there was legends like Jose Manuel Jose في اساطير تانية زي مانويل جوزيه I think he had maybe better start than me يمكن بدا بدايه افضل مني he didn't get the championship he didn't get the league he didn't win the league he's a legend هو اسطوره كبيره مانويل جوزيه God will be there for me الحمد لله ان شاء الله ربنا يقف جنبي ويدعمني ربنا معايا اتفضل يا فندم